ولو استاذ تكرم. اهلا وسهلا. باي باي. شامتل معك نهلا، كيف فيني ساعدك؟ مرحبا يا انسي. اهلا وسهلا استاذ. حاوليني اذا بتريدي عند رئيس المركز. عفوا بس مين معي؟ ولا شو بدك بكثر الحكي؟ حاوليني لعند رئيس المركز والمكالمه مسجله، ما فيني اخذ وقت زياده. فهمتي قصدي؟ اوكي، ممكن لحظه شوي. استاذ بعتذر من حضرتك عن التاخير، بس عندي بالمعلومات ما في شيء بيقول مين معي. عم بحكي من تليفون واحد من مرافقتي، وما بدنا نلت ونعجن زياده. اذا بتريدي حوليني لعند رئيس المركز. اوكي لحظه شوي. بدي اشوف الاستاذ معتز شوي. تفضل. استاذ معتز، في حدا طالبك على التليفون، ما في اي معلومات عنه، صدر بس هذا الرقم وعم بيقول انه مسؤول كبير. اوكي يعطيك العافيه. الو. مرحبا يا رفيق. اهلا وسهلا. جنابك مدير المركز؟ اي نعم، معتز. اهلين يا معتز، معك ابو اياد المنجد. اهلا وسهلا سيدنا، يسعد صباحك، نورت مولانا. الحقيقة أنا ضيعت موبايلي الصبح وبدي وقف الشريحة والخط، مثل ما بتعرف رقمي معروف وممكن يستخدم بطريقة مو كويسة. أكيد سيدنا، شو الرقم بعد إذنك؟ سجل عندك 0933 65. سيدنا في شوية إجراءات ما بنقدر نتخطاها، يعني بدك تعذرني. وشو هي الإجراءات؟ بدنا شوية معلومات شخصية من معروف. إيه مو مشكلة، تكرم عينك. بدنا الرقم الهوية الشخصية. سجل عندك 0435557. طيب معلش إذا ما فيها سئلة، كمان بدي الرقم الوطني. سجل عندك 34220077. أوكي، شو المطلوب سيدنا؟ مطلوب توقف لي الشريحة القديمة وتطلع لي واحدة جديدة. سيدنا بدنا صورة البطاقة الشخصية، وبتشرفنا بالزيارة وبنكبر بزيارتك. لا لا الله يرضالي عليك، ما بدي اياك تكبر بزيارتي. أنا ببعث لك واحد من مرافقتي مع صورة الهوية، وإن شاء الله أنت بعدين بتشرفنا بزيارتك. هذا شرف كبير إلنا سيدنا. خلص تكرم عينك، هو بالعادة ما بيمشي الحال إلا ما يكون صاحب العلاقة موجود، بس مع حضرتك بتنحل لعيونك مولانا. أنتوا فرع المزة مو هيك؟ إيه تمام سيدنا. لكان ربع ساعة بيوصل لعندك الصبي وجايب بإيده صورة الهوية. ميت أهلا وسهلا، بيشرف، وفوراً يسأل على مكتبي. الأستاذ ذكرني بالاسم؟ معتز، معتز سلوم. أهلين يا أخي معتز، ولكان كمان الصبي بخبرك بموعد تيجي تشرب فيه قهوة عندي بالمكتب. هذا شرف كتير كبير إلي مولانا. مع السلامة. الله معك سيدنا، تشرفنا بسمع صوتك. بس جبنا الشريحة شو رح نعمل معلي؟ لك يخرب بيت قلبك شو جحش، فينا نلعن ابوه بصرماية عتيقة، شلون شو فينا نعمل؟ بعدين نسيت اليوم شو؟ اليوم 20 الشهر يا بهيم. ما نسيت معلم، بس انا ما بعرف شو في 20 الشهر. طبعا طنبر مثلك شلون بده يعرف شو فيه؟ مو من قبر على المزة، جيب الشريحة واول ما تستلم الشريحة وتصير بايدك بتعمل تليفون للشباب، بتخليهم يجهزوا حالهم وبتقولهم اليوم في عندنا دبكة مرتبة للصبح. احكي من شريحة ابو اياد معلي؟ ولك من شريحة صباطي رح اخليك تحكي، ومن امر ولا بلا لعي. هوب. حاضر معلي. We'll be right back.
غيرت الخطة. بتوصلوا الضيف عن نص الاستراد تبع المطار، رح تلاقوا ثلاث سيارات صافة ورا بعض. بتنزلوا الضيف على السيارة الثانية لونها أبيض، والشباب تكفلوا بالباقي. بلغ اللي معك فوراً، والتعليمات تنفذها بحذافير على السكن وبدون ما حدا يحس، حتى الضيف نفسه. سهلا، واضح من زيارتكم لعندي انه جاي للتحقيق معي مو للاطمئنان على صحتي. لا يا سيدنا، نحن من لما سمعنا بخبر ازمتك الصحيه ما لنا قلب نداوم ورا مكاتبنا قبل ما نطمن عليك. بس على اعتبار ما شاء الله صحتك عال العال، قلنا لحالنا بنحكي معك بهالموضوع وبنسالك لنستفيد من خبرتك مو اكثر. والله انا شايف دوائر وخطوط حول الوجوه، واضح انه متناقشين منيح بهالفيديو. معقول سيدنا حدث كبير مثل هذا يمر هيك من دون ما نشتغل حتى نعرف مين الفاعل؟ انا حققت الموضوع. قبل هيك سيدنا، مين هذا الشاب وشو كان عم بيقول لك؟ الحقيقه انا كنت نازل على مكتبي وفجاه شفت شاب رافع رساله بايده. تخيلت بانه حدا عنده مطلب كبير او مشكله وما في حدا عم يسمعه، وفعلاً انطلت علي القصة. ولما اكتشفت بأنه جاي ضيع وقتي والشباب طلعوا لبرا، كنتوا هلأ عم بتعزوا فيني. بعيد الشر عنك، يعني ما عرفت أي معلومة؟ بقصد تحرياتك وصلتك لوين؟ نحن بنستفيد منك بالآخر سيدنا. كنت متوقع تيجوا بتسألوا، بس كنت ناطر إجابات وللأسف مثل العادة خيبتوا لي أملي. لا سيدنا، نحن عرفنا هويته للشاب، وين ساكن وشو كان يشتغل، بس ضل عنا موضوع الرسالة قلقنا شوي. الرسالة أنا حكيت عنها، بس اللي ما حكيت عنه هو كشفي للمخطط كاملا، لو ما عرفتي لرأس الفتنة اللي راح يعمل لنا مشاكل بالأيام الجاية. كتير منيح، تفضل سيدنا. شرف، هاي المعلومات كاملة عن رأس الفتنة. بيع بالك؟
على ارتباط بشبكة إرهابية كبيرة. من كم يوم حرض أهل حارته على ضرب دوريات الأمن، وحالياً هو مطلوب لأكثر من فرع منه، والباقي عندكم شباب. ضياع بالي، أكيد بكون هلأ متواري عن الأنظار. بلحظة واحدة بحطه بين أيديكم، بس مو مثل كل مرة تنسبوا النجاحات لإلكم ونحن بنطلع من المولد بلا حمص. لا ولو سيدنا، بهالمعلومات هي سيادتك وفرت علينا وقت كبير، لأنه المجرمين لازم يتقدموا للرأي العام وبأسرع وقت. برافو برافو عليك، شد الهمة وشمرولي عن زنودكم، أنتوا رجال الوطن الأشاوس. طيب سيدنا، وقت بدنا هالشخص ممكن نستعين فيك؟ طبعا أكيد. كتير ممتاز، الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله ما منزورك إلا بالأفراح. خلونا ناخذ قهوة يا شباب مع بعض. ولو زيارة المريض خفيفة سيدنا. يا سيدي رغم مرضي أنا جاهز للمصارعة لأثبت لك بإني قوي. ما عنا شك أبدا، عن إذنكم. أهلا أهلا أهلا. قلت أهلا أهلا، مع السلامة. الخدامة سيدي ترك البيت هي وجوزها وولادها مثل ما توقعت. اسمع، بطلوا متابعينها لبين ما تستعدوا عليها وبتجيبوها، عم تفهم؟ حاضر سيدي. تأثر؟ ما بعرف سيدنا، بعد ما سلمنا للسيارة البيضة ما عاد عرفت شو صار. سيارة بيضة؟ سيارة شو؟ سيدي السيارة البيضة على الأوتوستراد. الأوتوستراد شو يا حيوان؟ أنا ما قلت لك بتوصوا على الباب؟ عفوا سيدنا، اجتني رسالة منك بتقول الخطة تغيرت ولازم نسلم الضيف للسيارة البيضة على الأوتوستراد. سيارة شو؟ لك أنا ما بعثت مسجاتها بني آدم، أنت وعيش عم تخبز؟ أقسم بالله سيدي، وحاولت أحكي معك لأفهم شو فيه، انشغل الخط واجتني رسالة تانية بتقول نفذ المكتوب وبلغ الشباب لأني باجتماع. استغفر الله العظيم، لك أي رسالة يا حيوان؟ أنا ما بعتت شيء. قسم بالله سيدي، الرسالة وصلت من رقبك. عيني اسمعني، بدك تحكي لي كل شيء بالحرف الواحد وما تنسى ولا كلمة. حاضر احكي لي. شوف Thank you.
لا عاد بحسن امشي معك، والطنبر تبعك ما عاد احسن جر لك يا بقى. ادور لك على شي حمار تاني يشد بطلوع وما يزحط. شو بدك؟ وانت عيني بدي منك شغلة وحدة، وبعدين بحل عنك وما عاد تشوف وشي، وضيفك بيرجع لك معزز مكرم. اساسا هو لهلا ما له فهمان شي، نحن قلنا له انه في خطر على حياته وعم نحميه، ليكو قاعد مرنضج وعين الله عليه. قول. بدي رؤوف بين ايدي اليوم، وبدي اياه قبل الساعه 1 بالليل. بعدين لا تلوم ابو نبال، لانه ابو نبال رح يزعل منك. تحكي معي على هذا الرقم، لا تفكر تتولدن. بتسلمني رؤوف من هون كل شي بيرجع طبيعي، ضيفك والشنتاي اللي معه بيرجعوا لك. اما اذا فكرت تلعب بديلك، صرت بتعرف منيح بهاليومين شو بيطلع بايدي اعمل. بتبلغنا بمكانه لرؤوف لحتى ابعد زلمي. يلا احيط، ولا تنسى تسلم لي على الماما.